بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات، وعلى بركة الله ينطلق شوطنا الثامن للزمول القعدان من مسافة 6 كيلومترات. إذن على بركة الله مشاهدينا متابعينا الاعزاء ينطلق هذا الشوط ليحمل لنا هذه الأسماء ويحمل لنا هذه الشعارات، 20 اسما الكل يطمح بالفوز والانتصار. أبدأ وإياكم وأسير بعد المراكز، أبدأ مع صدارة الشوط مع مبسوط لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، من ينطلق مع المركز الأول وصدارة الشوط. الدور دور المركز الثاني، الوصول والقدوم في هذه اللحظات من شايم حمد بن محمد بن راشد، العذبة مع المركز الثاني وثاني التحديات، المركز الثالث وثالث الأسماء، وصل منذر لسهيل بن الخيرات بالدودة العامري، واصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع وقاد لجابر بن علي بن جابر النجم المري مع المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس، نتأخر قليلا كي نتعرف على خامس الأسماء وخامس المتحديين، وصل وتقدم في هذه اللحظات افريح لسالم بن علي بن دخيل المري، من يقدم لنا فريح مع المركز الخامس. يا سلام، نداءنا الأول أتممناه على حضراتكم الخمسة نجوم المنطلقة والأولى، وبعود مع المركز الأول، بعود والعود وأحمد مع صدارة الشوط. مبسوط مبسوط من ينطلق لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، من ينطلق مع المركز الأول ويندفع مع صدارة الشوط مع مبسوط. يا سلام، مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. المركز الثاني وثاني التحديات، وصل وتقدم شايم حمد بن محمد بن راشد العذبة، من يقدم شايم منذر مع المركز الثالث بشعار سهيل بن الخيرات بالدودة العامري مع المركز الثالث وثالث التحديات. المركز الرابع وصل وتقدم وقاد جابر بن علي بن جابر النجم المري، من ينطلق مع المركز الرابع ورابع التحديات، ولكن بعود مع المركز الأول مع مبسوط. مبسوط من ينطلق ويندفع مع المركز الأول ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، من ينطلق مع المركز الأول ويقدم لنا مبسوط مع صدارة هذا الشوط. يا سلام يا مبسوط، من يندفع مع صدارة هذا الشوط وينطلق المركز الثاني وثاني التحديات. وصل وتقدم شايم شايم مع المركز الثاني للسيد حمد بن محمد بن راشد العذبة مع المركز الثاني، وبالدودة العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع وقاد جابر بن علي بن جابر النجم المري، من يقدم لنا وقاد. يا سلام، الله الله. المركز الخامس وخامس الأسماء، وصل وتقدم في هذه اللحظات المركز الخامس، وصل النايب
محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري واصل واصل مع النايف، ولكن بعود بعود مع المركز الاول، مع مبسوط 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 ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي من ينطلق ويقدم لنا مبسوط. يا سلام مع المركز الاول ومع صدارة هذا الشوط، الله 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 مبسوط مبسوط منطلقا في هذا الموقع المستهدف من بقية المشاركين وينطلق مبسوط. يا سلام يا سلام شايم مع المركز الثاني، شايم لحمد بن محمد بن راشد العذبة، والمركز الثالث وصل بن الدودة العامري، سهيل بن الخيرات بالدودة العامري، ووصل وقاد جابر بن علي بن جابر النجم المري، يصل في هذه اللحظات ويتقدم المركز الخامس. وصل النايف محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري الهاجري، وصل مع المركز الخامس، ولكن بعود بعود مع مبسوط مبسوط لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي من ينطلق مع المركز الاول ويقدم لنا مبسوط منذ البداية وهو منطلق مع هذا المركز. الله الله مع المركز الاول مع صدارة الشوط، هل سيواصل مبسوط ام تغير؟ هذه يا سلام الانطلاقة، ولكن وصل في هذه اللحظات شايم 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 حمد بن محمد بن راشد العذبة، واصل في هذه اللحظات ويرفع راية التهديد مع المركز الثاني وبالنجم مع المركز الثالث. الله الله ولكن مبسوط مبسوط مع المركز الأول، مبسوط مع صدارة الشوط، ولكن شايم 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 مع المركز الثاني حمد بن محمد بن راشد العذبة. يا سلام يقدم لنا شايب ويغير الأمور وينطلق مع المركز الأول. الله مع الكيلو الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير، الرمق الأخير يا مالك شايب مع المركز الأول. الله الله حمد بن محمد بن راشد العذبة مع المركز الأول مع صدارة الشوط، ولكن المركز الثاني وصل وقاد جابر بن علي بن جابر النجم المري مبسوط مع المركز الثالث. المركز الرابع ورابع التحديات النايف محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري، ولكن شايم 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 مع المركز الاول مع صدارة الشوط، ينطلق مع صدارة الشوط. الله يا شايم محمد بن محمد بن محمد بن راشد العذبة مع المركز الاول. يا سلام بالانطلاق المميز والجميل، ولكن دير لي بالك من الاسم القادم. وصل جويزيان لمسلم بن عبيد بن مسلم النابت المري، ايضا فريح لسالم بن علي بن دخيل المري، ولكن شايم 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 شايم، ولكن فريح 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 فريح. الله الله فريح 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 مع الميت متر الأخيرة يغير الأمور ويراح بالسلام. تهانينا والناموس سالم بن علي بن دخيل المري من فاجأنا في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني المركز الثاني كان شايم لحمد بن محمد بن راشد العذبة، والمركز الثالث كان جوزيان لمسلم بن عبيد بن مسلم النابت المري.